سلام الله عليكم جاري ربع واقفين سياري ما نسيت اللي قريبي ولا غفلت المبتعد. مرحبا فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا في برنامج مناديس. طبعا راح تتناول حلقتنا اليوم رزحة تشحشح ميدان وأيضا عازي، كل هذا راح تشاهدوه وتسمعوه في حلقتنا لليلة ويا مرحبا فيكم. مرحبا فيك الوالد سالم. مرحبا. سالم بن خويدم. نعم. السعدي. مرحبا وسهلا. كيف حالك؟ بخير؟ الحمد لله. الله يعافيك بالخير. وانتم بخير؟ الحمد لله نعم بخير. كيف صحتكم؟ بخير مشكي باس. منين فضيتونا؟ والله من عمان كلها. ايش الاخبار؟ مشي. ايش العلوم؟ بهو، شي علوم؟ شي اخبار؟ يحيي الله مرحبا. الله يسلمك. الله يعطيك العافية. زرتونا؟ اي نعم. مرحبا. حياك الله وسهلا. الوالد. نعم. برنامجنا اسمه مناديس. والله ونعم. ونعم بالبرنامج هذه مناديس. شي في احد قايل شيء؟ شيء قايل الشاب راشد. من راشد؟ راهب بن سلوم. اها. غايب علينا يو عرب قفل مندوس، تعاينا بهيش نقفله مندوسنا. غايب علينا يو عرب قفل مندوس، تعاينا بهيش نقفله مندوسنا. اباك ترابعني على مضيب الحبوس ولا تجيب لي دليل يشلنا. اباك ترافعني على مضيب الحبوس ولا تجيب لنا دليل يشلنا. حد بيحصل هاي اسمي؟ اسمي ما حد بيقر له، ما بيقروا له. لكن بعيد بين طالب يمشي ترى هناك المطلب. هناك اها. المطلب هناك يكون في مضيب الحبوس. مضيب الحبوس. الوالد ايش من الفنون اللي تمارسها؟ والله فنون وايده. مثل يعني الرزحه نمارسها، والميدان نمارسه، والفنون الثانية نمارسه، والعازي. أوه العازي. والعازي هذا العازي مطلوب. نمارس العازي من زمان. تمارس العازي من زمان، من يوم عمري يمكن حوالي 18 سنة. بتروح بروحك تقول بروحك ولا يعني حافظ كلام؟ يعني بنفسي قايل. وعند الشياب حافظين. من ايش من العزوات اكثر اللي عايبت انك يعني داخله مزاجك؟ والله هي عزاوي كثيره، يعني عزاوي مثل عازي واحد عند خلفان بن سليم الراشدي. اها. قصه منه كان مريض. غزليه؟ غزليه. اوه هذا المطلوب. غزليه. نعم. كيف ابيات تقول هذه الغزليه؟ هذه العزوه كان مريض وممكن بعض من الاصحاب معه، بعض من الاصحاب انت. نعم. تعرف ايه. اسمع. اها. وممكن ما شرفوا عليه، يعني ما زاروه. ما زاروه وهو ما تعرف الانسان يستحرد. صحيح. في الكلام هذا. أه. يعني انت مريض ما ادري كم شهر وما مر. والناس اللي تعزهم وتعزهم وتحبهم يعني ما يمكن يزوروك. اها. عد هذه عزوه. كيف تقول؟ يقول طيف فضاني في المنام. خلاف وادي من دير قال لي تنبه يا غلام بابث لك علم وخبر. رديت وافتح باصري واقيس امري وافتكر تم يتمع عن خاطري ويقول هيش هالمر. ايش قال؟ قال لي هذا امر تعيب وانا رسول للنذر. سقم ولا يابا طبيب تابع ومطلوب العمر. هذه تبى لاحن، تبى صوت، تبى ساجعه. زين احنا حاضرين في الساعه. ايش رايك؟ حاضرين بالبث. بنشيلها مكان ثاني؟ لا والله على رايكم. ترى المشاهدين يعجبهم. على رايكم. عازي؟ انا عازي معنا والبث معنا واللي تريد. كل شيء متوفر. متوفر. حياك الله. الله حياك. ومناديس يقول غايب علينا يو عرب قفل مندوس. تعاينا بهيش نقفله مندوسنا. اباك ترابعني على مضيب الحبوس ولا تجيب لنا دليل يشلنا. وهذا يقول بايت. ايش يقول هذا الثاني؟ طيفن فضاني في المنام. خلاف وادي من دير قال لي تنبه يو غلام بابث لك علم وخبر. ايوا طيفن فضاني في المنام خلاف وادي من دير قال لي نبه يا غلام وابث لك علم وخبر. الملك لله يدوم. ايوا برديت وافتح باصري واقيس امري وافتكر تميت مع خاطري ويقول ايش هالمر. الملك لله يدوم. بيست من باب الحياة والدمع من عين انتثر والموت ما حد يباه
لكن مع عذار الملك لله يدوم. زين الوالد سالم؟ نعم. هذا اللي سمعناه من شوية عازي خبرتني. نعم. من صاحب قلت لي صاحب الأبيات؟ هذا خلفان بن سليم. خلفان بن سليم. خلفان بن سليم الراشدي. خلفان بن سليم الراشدي. الراشدي نعم. زين الوالد العازي متى في العادة يسووا يعني؟ هذا العازي يبتدي يوم يعني نمشي إلى الحفلات. ودخلنا بالهبية. عندما طاح الطبل قالوا يواب عازي هذا يستوي في هذاك المناسبة. العازي وعند دخولك وعطيح طبلك قالوا عازي. عازي. يا دار واحد عاد في الحفل وعزاء وإذا كان ثاني غيره. وفي الأعياد يسووا عازي؟ وفي الأعياد يسووا عازي من يطلعوا من ينزلوا من الصلاة. ويطمحوا على طبل وعلى عزوة خطوف سمالها. عزوة خطوف؟ عزوة خطوف. أيوه. سمعني شوي بسيط منها. يعني مثل ما تقول سميت وذكرت الإله يا خالق اليود وفضاه يا خالق الأرض وسماه الرب مفتاح عسم الرب مفتاح النصر والنصر اللي حاج اشتهر سوى لهم علم وخبر ذاك الفقيد اللي انهدم. اها يعني وانت ماشي على هال وانت ماشي على هال على هال على هالمنوال على هالموال يعني. اها هذا عازي خطوف اسمه. هذا عازي خطوف. زين حتى تشله حتى الدور نفسه هو. أيوة يعني أيوة. نفس الابيات. أيوة لكن تكون تنقي عازين يعني يكون ما مشى ما في يعني غضبان وكذي. اها هذا هو. زين الوالد من زمان من زمان تمارس الفنون الشعبيه؟ نعم من زمان من دهر يعني طلعنا مع شياب والوقت هذاك يمكن عمري 18 سنة. كان والدك شاعر؟ كان والدي شاعر نعم. اها شاعر. وانت خذيت منه وانا لا انا اكثرت خذيت من موهبه يعني خذيت من موهبه يعني مثل ما تقول يعني من 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 طلعاتك وهبطاتك من طلعاتنا ومشيتنا في الاحتفال ومن من من يعني الشعراء هذا اللي مشي معهم. اها ومارسنا الفنون هذه والرزحات والميدان واكيد سافرت وحفظنا وسافرت طبعا سافرت. سافرت بعيد سافرت بعيد والله وصلت على الكويت. وصلت الكويت. وصلت الكويت نعم. وهي وصلت بعد. وصلت السعودية وصلت البحرين وصلت قطر. الشاعر سالم. ايوه تفضل. من تحيد من الشعراء من او تحفظ منهم الشعراء؟ والله وايدين كنا نطلع ونهبط معهم. الشعراء القدامى. حتى اول شعر سويري حفظته. سويري. سويري. ويميل ومبروك وسالم بن سليم. وايدين كم بعد اللي سويري حفظته. حفظته. سويري. حفظته سويري. اكيد المشاهدين يعرفوا سويري. لكن ما تعرفوا سويري وقصته مع الشايب سالم يقول له قصه مع الضبابي صحيح؟ ايه كيف قصته؟ هذا مع الضبابي وافق ميدان هين من الضبابي؟ حديد شماله حديد وهين هين هين في الضباب في الضباب في الضباب في 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 ولايه قريات ولايه قريات في الضباب زين تايم شايب راح يلقي ميدان جاي يصير علي جاي يصير علي ونزل شله الشايب راشد نزل شله تحيد فرت عينه في الميدان فرت عينه ما عفه هاي كما يقول هاي الموقر محر قربه يا كي تمشى يقول واحد يقول يا كي تمشى ابو شوار صد هاي الموقر محر قربه هذا يوم جاء فرت عينه في ذاك الميدان ترى رميس انت ما تعرف يعني ايه ترى رميس طبعا زين عاد من يقول نخلي يدي يقول شابران محفظها زي القصيده نخلي يدي يقول هذه القصيده الاوليه انا عيني على نخلي يدي قال الضباب يقول طير الحقم فر وبات بني طير الحقم فر وبات بني ولده الولد ير البدن يرب يا مودك طير الحقم فر وبات بني انت ير البدن ير يا مودك اغني مثل مصلح يحيي روحي ما اسوي للمصلح يحيي انت اذا مسجدين هين بات بني هين ارضك وهين يا مودك لك ذاك متعد علينا زين وقيل الميدان صبح عادوه يعني هذا الليل كان هذا في الليل هذا في الليل وهو تحيد من ده هذاك الشيء هذا اللي مسوي هذا شاب راح من ده ما يعرف هذاك الشيء حمل هي بس مغطاي ويجيشن لا يا ابوي هذا مخصوص حق الناس علي ناس هذا علي ناس شوف ها شوف تلقى الصبح قال يقول له يقول تكلم عن شايب راشد يبي يعوض عن, عن 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 امس قال الشايب راشد يقول سكر كسرته من الباشات سكر كسرته من الباشات فيه لحم وما عرف فيه
السكر كسرته من الباشات فيه لحمه وما عرف فيه ميهوركم ما تناشدنا احنا البارحه ما تناشدنا نسيت يقول احنا البارحه مهيش من الباشات انا اشدك بقلد معرفيه قال هو يقول ورسك ما يندافي يا السلطان حديد يقول حديد ورسك ما يندافي يا السلطان يتنازعوا حاكم الرومي بيتي بنيته غبي عنه انت ما تعرفه غبي عنه انا سالك يقول انا بنعلمك ها من بنعلمك باشة السلطان والي مصر حاكم الرومي هذا قال بس بنعلمك باشة السلطان هاك بشوف انت والي مصر احفظ عمرك ها ما حد يكلم هذا والي مصر حاكم الرومي يقول لك لا لا تحذر يخصني يعني ايوه احفظ عمرك الوالد نعم. ايش من المهن تمارس؟ والله كنت امارس نخيل اول تعرف المال الاول نخيل هذه بيادير نحرث النخيل زين وفي الزراعه تسقي يعني ايوه ونسقي زرايع وهذا وانتم تسقوا وتقولوا شيء تشلوا نغني شيء نغني تغنوا. حتى يوم نطلع النخيل نغني تغنوا نغني يوم يعني الدار يوم نبت هذا الغناء المصاحب للعمل يعني أيوة اكيد المشاهدين أيوة بعد يعرفوا هذا الغناء المصاحب للعمل تسلوا على نفسكم نسلي على نفسنا نقضي الوقت يعني قضي الوقت. الوالد احنا بنروح نسقي انا وياك لكن قبل ما نروح نسقي أيوة وبنرمس هناك بعد اباك تشيل لهم ميدان يويو ايه زين طيب زين يويو فوق سقيه لا هني بنشيل هنا ايه انا بمشي اليويو زين طيب ورسك ما يندافي يا سلطان يتنازع حاكي ما يرومي لا حوله ورسك ما ينداف يا سلطان لا يتنازع حاكي ما يرومي بدي بنيت وغيبي عنه انت ما تعرفه غبي عنه لا حول يا ابوي وبنعلمك باشيت والسلطان الو الو ولي مصر حاكم الرومي ولي مصر حاكم الرومي يعطيك العافيه يعطيك العافيه الوالد نعم نروح نسقي الله اكبر ممكن نغني هناك الله اكبر زين تفضل علينا البدان ضاع ملفان ناصي ناسا يسا صباح وتمسي على بشاشه زين الوالد بدر تفضل ابو سلطان السقيه نعم قلتوا له وانتم تسقيوا كنتوا تشلوا شلات وترمسوا نغني ونرمس ونشل شلات كل واحد على مزاجه وهذه الصنعه صنعه اجدادنا واهالينا وطعامونا منها وعيشونا منها من البدارة هذه نعم 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 أول ما شيء مهنة ما شيء شغل فيها
ولا زلتوا محافظين طبعا على محافظين على 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 على, على, على المهنه هذه بداره طبعا. تشتغل بيدال والد بيدال وامين نخال مثلا جاء واحد قال انا نخل ابغى بحياته مثلا اسقي طبعا تسقي. والله تعالى اللي الله تعالى يفرض اللي عليه وانتو تسقيوا نسقي نعم. شلوا شلال نشل على المطراح نشل على المطراح حتى على المنجور على المنجور حتى نكون نزجل نشل على المنجور بعد بجي النغم يجي احسن على صوت المنجور على صوت المنجور وعلى صوت المطراح المالي ايش اسمع المطراح بسم الله شيء 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 نواحي بعد بدعوها يقول على صوت المطراح على صوت الماي على صوت المناجير يعني هي هذه البدع مثل ما تقول يعني ناحيه مطوع انا البدع يعني هذه اللي تستمر في الصفوف هذا يعني على وانت هناك على البوتري تشله والبوتري تشله على كيفك تشل هذه يعني مال الصفوف الرزعه على مزاجك بتشل قصافي على مزاجك يعني كل واحد على قصافي ايوه أباك تسمعني قصافي الحين على صوت هالماي عندي قصافي قديم يعجبك يعني يعني احنا شوف نحن نتبع التراث صراحه نتبع التراث من اغاني ومن المهنات ومن هالانواع يعني متمسكين بالتراث متمسكين وهذا الواجب هذا الواجب والمهنات القديمه والشله هذه من الاول القصفيه هذه بالتراث قصفيه من 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 القديمه هذه كيف تقول؟ يقول ويا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا في عبرت الانشات ما ضمن حالي من كثرت الارياح والطوافيني مدريت الارياح والطوافيني بعبرت الانشات ما ضمن حالي من كثرت الارياح والطوافيني ومن كثرت الارياح والطوافيني في عبرت الانشات ما ضمن حالي من كثرت الارياح والطوافيني من كثرت الارياح والطوافيني وبان حريص السنان أربع ليالي وبن وادي الأصحاب والمحبين وبن وادي الأصحاب والمحبين عبرت الأنشاد ما ضمن حالي من كثرت الأرياح والطوافين من كثرت الأرياح والطوافيني وبان حريص السنان أربع ليالي وبان وادعي الأصحاب والمحبين الله من قاعدين هاي؟ هذه خميس ورقاش خميس ورقاش أي لكن قديمة قديمة يمكن ما نسافر في الأول أيام السفر أيوه زين ابو بدر تفضل طال عمرك ايش من الفنون اللي هي النسائيه تمارسها؟ انا خبرتك عنها الفنون يعني من كل نوع تشحشح شيء ايوه الناس هذا التشحشح مطلوب ترى اول بونه هو نزل تشحشح ايوه هذا لا توجب بوزله ابو حكت بوزله ما عايبنك بوزله؟ عايبني لكن هذا ما كثير
قديم ايه؟ هذا قديم، هذا ترى قديم البريسم. ايوه ولا يديد الصوت، لا يديد الصوت. هذا ابو زلم يعني احد نوب الشبابيه نوب زين، ولكن الاصلي الاصلي هو هذا شحشح. هذاك من زل الاول رمست فيه انت؟ كان رمست فيه، جينا على الحفل ما حصلنا خميس، سالنا عن خميس قالوا خميس اكو وين جالس بعيد بعيد مثل ذاك الفارسي يوسف العبيد. يوسف العبيد يوم تدخل يمكن حركه القصيده يوم تشلل انت ماشي ايه نعم ماشي بعيد زين. قلت انا ما علي بجي اكبت، انا قدم يابس اطول الشله يبشت، انا قلت انا حرف الوميم تريم سيني، بحرف الوميم تريم سيني انثر سلام الله عليكم حلي حضر وصافي الجبيني. يا العيطلي محروز بنقول محروز عن هالحاسديني، نغمات عود والشل سعيدي والهم على خميس وحيني وحيني. ما واحد يدور الصف ولا جو ربته لا حركت القصيده قال خميس ورنقي حسني يقول تحت الشجر وزرعت تيني، تحت الشجر وزرعت تيني، يا المطربين يلكم بشاره وتستاهلون بشارتيني. زين كيف شلتك شحشح؟ الو يا داني داني ويا داني داني يا داني داني ويا داني داني يا داني 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 اللي دان بقول يا الله وزين ما بنسى يميلا وزين. هذه شلته وعاد وتشيل بالكلام، وتشيل بعت بالكلام، شيل بيت واحد. هاي لا الله حياتي تحت الشجر انا زرعتيني، تحت الشجر وزرعتيني، يا المطربين يلكم بشارة وتستاهلون بشارتيني، وتستاهلون بشارتيني تحت الشجر ازرعتيني، تحت الشجر ازرعتيني، ويا المطربين يلكم بشارة وتستاهلون بشارتيني، وتستاهلون. أنت أبو بدر مشكور، جزاكم الله خير، ما قصرت والله، أحسنتم، سمحنا عاد، جزاكم الله خير، تعبناك معنا، طالت عمركم، أنا عاد بسد عن جيلي، جيلك رواه، جيلي روي، زين، واسمح من ينابكم، أحسنت، مشكور، حياكم. مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، واللي طبعا مثل ما تابعتوها كانت فنون شعبية عديدة ومتنوعة، تمسوا بالخير، حياكم الله.